لقائنا موضوع جديد وموضوع مهم أيضا من الطاقات الشبابية اللي أخذ على عاتقها قضية الإرهاب وقضية التطرف اللي موجودة عندنا بالعراق وبإحدى الطرق العلمية والطرق الجميلة اللي هي محاربة التطرف عن طريق البحوث العلمية. معنا أكيد بالاستوديو ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ إبراهيم سبعاوي. يسعد صباحك إبراهيم. كل الهلا بيك. يسعد صباح مشاهدين قناة سامراء الفضائية، واهلا وسهلا بالجميع. مرحب ومرحب بجميع الاخوه. الله يخليك وحفظك يا رب. حياك الله وبياك. موضوع مهم جدا، موضوع البحوث العلميه. نعم. ودائما البحوث العلميه هي مشروع تطور لكافه الحياه. نعم. في حسنت. المجتمع خصوصا اذا كان البحث مميز، واكيد البحث اللي انت مقدمه واللي ابدعت به يتكلم عن التطرف. نعم. وعن مشكله اساسيه يعيشها العراق، فتقدر تحكي لنا موجز عام عن الفكرة، عن المشروع، عن الأشياء اللي كنت محضرها. نعم، تطرقت في البحث هو عن سيكولوجية التطرف. نعم. يعني مفهوم السيكولوجية هو العلم الذي يدرس العقليات والسلوكيات بين البشر. يعني علم النفس. علم النفس. حلو. نعم، علم النفس. فاختاريت هذا الموضوع سيكولوجية التطرف، هو بما يخص التطرف الفكري من الأفكار المتطرفة، من الانحرافات والأفكار المتطرفة الإرهابية. فالقضاء التطرف الفكري هو أساس التطرفات اللي تقع على الواقع، منها الأفكار، من التطرفات الإرهابية، العنف، الانحراف، هاي كلها أساسياتها هو الأساس التطرف الفكري. فالقضاء ومعالجة التطرف الفكري راح يؤدي إلى معالجة التطرف على أرض الواقع. التطرف الفكري يقصد بالتطرف هو الغلو أو الإسراف أو الابتعاد عن الاعتدال والوسطية، الخروج عن المألوف بما يسمى. فهذا المفهوم اللغوي للتطرف. أما المفهوم الاجتماعي هو الخروج عن عادات وتقاليد المجتمع، خروج عن عادات وتقاليد المجتمع. أما المفهوم السياسي هو الخروج اللي هو يعني موضوع اللي الآن هو منتشر في أنحاء العالم، كذا كما بالخص يعني بلدنا العراق، بما هو هذا التطرف الأغلب يعني مسيطر على الساحة بالواقع، هو التطرف الأمني والسياسي، هو الخروج على الدولة وكذلك الدستور الدولة السائد. بهاي الحالة تطرقت بهذا البحث لمعالجة هذه التطرف والأفكار السائدة في البلاد. بالتالي إذا قضينا على التطرف الفكري راح نستطيع به القضاء على التطرف على أرض الواقع. نعم. حلو. طيب إبراهيم، طبعا أنت إحنا ما قلنا للمشاهد ولا أنت قلت لنا أنه أنت فزت بالمرتبة الأولى أو بالجائزة. نعم. الأولى بالبحث العلمي اللي صار مؤخرا في أربيل. نعم. اللي كان عبارة عن يعني مؤتمر ضم الكثير من الطاقات الشبابية. نعم. لمحاربة التطرف، وانت طبعا جايب وياك نسخة من الموضوع. نعم. انت تحكي عن سيكولوجية، طيب يعني انت تحكي عن احنا عن سلوكيات. نعم. يعني علم النفس يعني سلوكيات. سلوكيات. طيب. نعم. مدى تأثير هذه السلوكيات العقلية بانتشار موضوع التطرف؟ نعم، عندنا الأفكار النفسية هي لها يعني صدى واسع بتأثيرها على الأرض الواقع. يعني مثلا الفكر لا يحارب إلا بفكر. الفكر. حلو. نعم، الفكر لا يحارب إلا بفكر. حلو. فالفكر لا نستطيع أن نسيطر، يعني لا سيطرة تقدر توقفه ولا مطارات تمنع من العبور. ما صح. تمام، اللي هو يتنقل البعض الأفكار المتطرفة من بلدان إلى أخرى، فهاي لا نستطيع أن نوقفها إلا بفكر. نعم. لا نستطيع أن نحاربها بسلاح، كذلك كما قلنا أنه لا نستطيع أن نمنعها من العبور. فبهذا التالي راح تؤثر، لها تأثير كبير على الواقع، لها تأثير كبير على الواقع. يعني ما في القلب والأفكار تظهره الجوارح، ما في القلب والأفكار تظهره الجوارح. فعندما تكون له فكرة في عقله راح يؤدي شنو إلى تطبيقها على أرض الواقع. جميل.
موضوع البحوث في العراق يعني العديد من الأشخاص أو اللي يقدمون بحث في العراق يعني يشككون بالآلية المقدمة أو بجدوى البحث أو يعني مرات ينصدمون بشون أقول لك يعني المناقشة تكون مناقشة ظالمة لبعض الباحثين. نعم فتقدر أنت تحكينا شلون شفت مستوى تقديم البحوث بالعراق، كيفية التعامل بالمناقشة، كيفية التقييم، أكو إنصاف بالتقييم أم لا؟ والله هي بنسب متفاوتة، يعني هناك من يناقش يعني تكون فيها عدالة في المناقشة، وكوبية تكون فقط مجاملة يعني لم تكن يعني، فهذا هو يعني للأسف أدى إلى عدم الاهتمام بالبحوث. يعني عندما واحد يكتب ويسهر الليل ويكتب ويناقش ويسافر إلى البلدان من أجل الحصول على معلومة أو مصدر، وبالتالي يأتي من لجنة المناقشة بداية يجاملون أو ببرود، ما يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى يعني أكو ظلم ببعض الأحيان من قبل الأساتذة بالنقاش؟ أكو نعم، أكو ظلم للأسف يعني، بس لكن مو بنسب متفاوتة، لكن أكو إنصاف وحقانية في المناقشة. حلو. يعني أكو إنصاف لو أكو ظلم. متفاوتة، نسب متفاوتة. نسب متفاوتة. نسب متفاوتة. حلو. إبراهيم، يعني الاستفادة من هذا البحث، أنت سويت البحث، نعم. أوكي، وناقشنا إحنا وأنت فزت ومن هالأمور، هذا البحث وين راح يتطبق؟ يعني أنا شو استفيد منه؟ إحنا نعم مو القصد فقط أنه أنا طرحت البحث مالتي وأحكي بمؤتمر يضم 20-30 شخص، أنا شلون أستفيد منه؟ شلون أطبقه على أرض الواقع؟ نعم تمام. البحث طرحته عن طريق يعني كانت الفرصة اللي أتحت لي هاي الفرصة هو رابطة تجمع معلمين ومدرسين وتربويين الأنبار، تحياتنا لهم طبعا. نعم وتحية لأستاذ مالك رئيس الرابطة. تحت لهاي الفرصة أن أطرحها أمام المؤتمر، فكانت هناك حضور شخصيات موجودة بالمؤتمر، وبالتالي أدت إلى يعني هذه الفكرة أن مركز همين دعوته من قبل مركز الدراسات، مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية والمجلس الأمن الوطني في بغداد، بعد هالمؤتمر، بعد هذا المؤتمر. نعم. فيعني كانوا في يعني رحبوا بهذه الفكرة، ويعني أخذوا هم كذلك نسخة من البحث، ويعني كحال يعني ارتاحوا لهاي، وكان يعني جدا فرحانين بهالفكرة. حلو. يعني صراحة شكرا جزيلا لك، نورتنا. يعني نتمنى لك التوفيق إن شاء الله بالبحوث القادمة، وإن شاء الله بالمشاريع الأخرى المهمة. وأكيد موضوع البحوث هو طبعاً موضوع مهم جدا في العراق، يحتاج أنه يعني ندعمه، ويحتاج أنه كل المؤسسات تدعمه، ويحتاج أنه أيضا الدكاترة في موضوع المناقشة يحطون آليات معينة ويساندون الشباب. إبراهيم أنت بالأساس مدرس؟ لا معلم. معلم لا. حلو. قبل ما نختم وياك إبراهيم، كلمة تحب توجهها للمعلمين، للكادر التدريسي، بما أنه أساس يعني الفكر هو يبدأ من التدريس أو يبدأ من الطفولة. نعم. يعني كلمة موجهة للتربويين عامة، هو تكون علاقة الطالب المعلم أو المدرس يعني عامة مع الطالب أو التلميذ، أن تكون لا تكون فقط علاقة أنه إيصال المعلومة وتنقطع بينه وبينما أن ينزلها بالأوراق ورقة امتحانية، أن تنقطع هذه العلاقة، لابد أن تكون هناك متابعة من قبل المعلمين والمدرسين إلى التلاميذ والطلاب، أن تكون هناك متابعة من قبل المدرسة، كذلك الإدارة يعني، ولابد أن تكون هناك آثار من هذه النتائج، لابد أن تظهر آثار العمل التربوي على الطلاب.